السلام عليكم. اليوم نروح للولاية أنت ميلا، اللي نقف على زيارة تاع ولي ولاية ميلا إلى مشروع الربط المدينة تاع ميلا والولاية تاع ميلا بصفة عامة بطريق السيار شرق غرب في مقاطع مختلفة. وهنا الآن يعني على حسب التضاريس هذه، هذا المقطع نتاع الطريق هذا المزدوج يتطلب إنجاز منشآت فنية كثيرة، ومرات سفلية ومرات علوية، عند التقاطع نقاط تقاطع مع الطرق الثانوية، وكذلك عند نقاط تقاطع مع المجاري نتاع المياه. إذا فيه أشغال نتاع المنشآت الفنية في التي تتخلل هذه الأجزاء من الطريق المزدوج اللي راه قيد الأشغال. إذا نترككم تتابعون إذا الزيارة نتاع ولي ولاية ميلا إلى المشروع هذا نتاع الإزدواجية وتحسين المسار. السلام عليكم. من حل هذا نقدر هو برك عشان ماكسي ولي باش يقدر يعديو هما يقدروا 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 احنا بس كل خدمه ياسين ولي برك انا في عندنا بروبليم، انا في جروب في ديستا المره اللي فاتت عندنا لي شومبر كنت وانا غادي نطلع في الغاره، انا دابا انا في الغاره جاو جاو معنا باش يكاريو يكاريو هاو سمعنا هاي لولا هو مضيف في الدولي هو بعد يروح على الموضوع حتى خلاص واش ما غاديش يمشي بيست بار هو هادو راه غادي يكونوا لي فوق هادو جاي باش يخطو.